على إيقاع تشاركي مسؤولة، عقدت جماعة سبع روادي دورة استثنائية صباح اليوم بمقر الجماعة، تم التدرس فيها أربع نقاط هامة كان أبرزها مداولة المجلس في شأن تدبير حامة عين الله. وبدأ بالمجلس الرفض القاطع لتدبير مفوض للحامة من طرف أعضاء المجلس، متخللة الدورة نقاش حاد وجاد حول مقترحات تسيير المنتجع السياحي والاستشفائي، كانت كلها تصب في مصلحة المنطقة والجماعة. من جهتها السلطة كانت صاغية لجل المداخلات والاقتراحات في جو من الديمقراطية التشاركية خدمة للأداب التنمية الفعالة. وطالب أحد أعضاء المجلس بالرجوع إلى الساكنة والمجتمع المدني من أجل صياغة حلول متوافقة وأكثر شمولية. وانتهت الدورة بعد اتفاق بإجماع على تأجيل دراسة كيفية تسيير والنجاح في التغلب على إكراهات معاناة حمة عين الله.